بكل الود بكل الحب بكل عفوية وتلقائية نتواصل تتواصل الجولات، جولاتنا اللي كما يظهر لي توستنستوا بها، معناها الجمعة وسبت نكونوا في فندق الغلة ولا السوق المركزية في للعاصمة. دونك اليوم عاصمة عايشك عايشك. مرة أخرى نبدأ من أمام مكتب المراقبة الاقتصادية. علاش نحكي هكا؟ نقول أنه راهو في لهنا تم مكتب نتاع مراقبة اقتصادية، والمراقبة الاقتصادية موجودة، يعني اللي يجي للسوق المركزية في العاصمة ويلقى أي تجاوزات ينجم يدخل لهنا، هو باش يلقى أعوان في المكتب هذا. هم موجودين على مدى كامل أيام الأسبوع، يظهر لي كان نهار الاثنين مش هكا سي عزينة؟ احنا موجودين لهنا صباحا مساء ولا المكتب هذا يخدم معناتها كامل أيام الأسبوع؟ نعم، يعني أيام كامل أيام الأسبوع ما عدا يوم الاثنين، لأنه مربوطين نحن بالسوق المركزية. السوق المركزية تكاد يعني تكون ما تخدمش نهار الاثنين، وموجودين آخر الأسبوع لأنه يكثر التسوق ووجود الحرفاء نستجيب. وثم تجاوزات؟ ديما فما ديما موجودين لهنا باش نتصدوا للتجاوزات ونسمعوا كلام يعني تشكيات المواطنين بجميع أصنافهم أنواعهم كل. هذه المعلومة اللي حبينا نوصلها، وأنه راه ثم مكتب لهنا فيه مراقبين موجودين يعني كامل أيام الأسبوع باش يسمعوا المواطن باش يدخلوا عند الاقتضاء. خليني نقول لا خلينا نمشيوا هكا أمين. أنا تلهيت نحكي على المراقبة ونسيت نقول لكم اللي الأمين محمد أمين البرني هو اللي قاعد يأمن في السوار هذايا. كحلة بابا يا بيه مبروك عليك اللي النادي الافريقي منعم معناها يا ودي، قد ما يحاربوها قد ما يعني باقي تبقى النادي الافريقي اعلى من الناس كل. يا باهي باهي، اختانا من الكره خاطر ولات اكثر من السياسه مختلف سفنار يا بحديش. انا خلينا نقول لك حاجه امين، هذا جنب راهو نتاع المرشي نتاع الزوالي، يعني هنية بالحق تلقى اسعار اللي تنجم تستجيب كما نقولوا احنا للحاجيات نتاع الزوالي هكا بحديش 180 سفناريا هذه بدينار و800 مليم، بتنجلة دينار و600 ولد القمرة خلينا نقول 2000، انا راه باش نقول 2000 هو 1980 مش هكا باه. شنو باش تعمل لنا سيترونات ولا كيفاش تو؟ تو قاعد الحين هاي برا راح يعني جاي 980 طماطم. دونك خاطر انا برشا مرات نحكي نقول في المرشي سنترال لازم كي تدخل الدور وانت ومكتوبك شنو اللي فيه، تعرف شنو اللي منين تنجم تقضي ومنين ما تنجمش. 980 مليم لهنا البصل، 81 البطاطا. دونك هذا الكلوار على بيك. سلام، وين بقيت سلعة؟ مقادنا الحمد لله، ان شاء الله ديما هكا، ان شاء الله ديما هكا ندورو هكا احنا باش نوصلوا لل اي ريحه الخبز. تو نشوفوا الخبز من غادية. السلام عليكم، اهلا بيك. شنو قضيتونا اليوم؟ اليوم ماخذين زيتون، ماخذين شويه حوت. اي هي غاليه على الاخر اكيد، ما نجموش نقولوا العكس. ايش باش نعمل؟ هذاك هو حتى الزبالة ما يلقى كيفاش يصرف. اعمل دوره وشوف وين مكتوبك يساعدك تنجم تقضي. الحمد لله، واحدين يقول الحمد لله حتى صحة البدن. الحمد لله يا ربي. عايشك، ان شاء الله نهاركم زين، عايشك. رد بالك المرأة وراك. اهلا بيك، اهلا بيك. اكل هنا بدينار و300 البطاطا، علاش انا نقول اعمل دوره. شميت ريحة الخبز؟ هيا باهي. دينار و300 البصل. راهو باش نقارنوا مع الكلوار اللي كنا فيه معناها، اللي انا قلت هذا كلوار زوالي. دينار و800 لهنا الفلفل، دينار و200 الطماطم. باش نمشيو تو نشوفوا الغله ونتعداو للخبز بالله. هنشوفوا احوال الخبز في المرشي سنترال. ها هو الزعتر شو اسمه ذايم الفليو الربطه بقداش؟ 600 برك، ماشي على 500. حتى على 500 نبيعوا، حتى ب 500 نبيعوا. يلزمنا قداه؟ خمسة رباطي باش نعملوا سبعة رباطي فاشكة. اوكي نحسبوا سبعة في ستة حسيبه 800 لهنا البصل. على عينك، شفت كيفاش المرشي سنترال ولا معناها بالحق والله شيء يوجع القلب. على عينك، صباحك فل وياسمين. الحمد لله زين خويا زين. وقتها يجيو الكليونات
الوضع مش هو سي محمد علي والله لا هو شويه برشا على الاسوام تاع العدم تاصيل ما باقي ما ثماش الوكيل ما ثماش كليونات هو راه برشا اشكاليات بالنسبه للمرش سنترال ابدا من الاكسيم هنا 980 لهنا طماطم هكا شمسيه راه هذيك شمسيه دينار 300 بطاطا ب 800 نعملوا طله صغيره على الغله هاي شوف هاكا تعمل سليطه باهيه راه سليطه خضراء توا فهمني واقل استعمال للخبز اكيد هاكا الخبز غادي خلينا نشوفوه ركز هنا هيك الكعبه بدينار بطيخ فهمتني وامشي للفريز بدينار طل والله الا فهمتوا سنا الفريز انا مركحش جمله او حب الملوك لعينك اوه الفيل هذا العنب بعد اختانا ركز لي حب الملوك الخشين هذا بعشرة الاف الكيلو اي انا قلت بعشرة الاف الكيلو هاكا هو حط بتباع حط بحساب الرطل خاطر هذا والفراز يمشيوا بالرطل هاكا التفاح هاي تفاح جربه كل احمر هنا يبدا احمر واخضر هذاك التفاح جربه هذا لنزاس بوقدمه ولا عنبري بوقدمه العنبري في رفراف في رفراف اي حتى كي مشينا الرفراف ما لقيناش لا ثم شويه بداو يلموا فيه الفيل ولا هاي السوريز هذا السوريز ب 3500 وهذا الشامبينيون اي الجرجير هذا سليطه اي ويتاكل هكاك كيف ما هو فهمني بالشفاء خويا بالشفاء الجرجير راه فيه برشا ما نافع رد بالك امين سيس روحك انت الله عينك الله مستعان اخويا هاك ب 500 غادي المعدنوس هاي البروكلي بقداش القرع الاحمر بالله قبل ما ننسى 2400 ياك هو توا بشي هي ما بعد مده يعاود يرجع روح يعاود يرجع يعاود يهبط اللوت دقله ب 7500 امين تحب تذوق كعبه لا على كيفك انا الله عينك نارك دقله وحليب بس شنو احوال المرشي اليوم والله شويه تعب برشا مش تعب برشا نشوف انا هكا الاقبال نقول تعب برشا والله تعب الناس قاعده تعاني وكاو ربي يجريها على السلاح امين وينو خميس ما عندها راهو من امين باش نكمل في الخبز غديك نقول لك علاش لانه اليوم هالاضراب هذا نتاع المخابز واللي حكينا مع طرف من وزاره التجاره واليوم ما انت باش يقع صرف السلام عليكم هاي ما عادش ب 16 دينار هاي لهنا ب 3000 كل وقت وقته يرحم بوك ب 2600 ل 100 جرام هذه القناويه هاي وهكا الخشينه بدينار و 800 مليم لاين باهي امينه ب 3000 هذه راهو تنجم تعملها سلطه تنجم تطيبها معناها تجيب برشا حاجات اللوبيا الحمراء ب 3.8 اهلا بيك اهلا بيك الله عينك يا حاج الجيده ب 2600 اي ماشي لاباس ب 7000 لهنا الدقله تو نمشيو ندخلوا نحكيو معاه على الخبز هو ما ثمه تعالي وما كنا هوسي ركضك الخير الخبز ما ثماش ها اي ما ثماش الباكيت قال لك نص النهار قاعد نضربه في الطابولة ب 500 اي واش وقتاش تجي الباكيت نص ساعة أخرى حتى المطلق البارح حتى الأربعة للمواطنين تابونا بقداش 500 دلولة انت قلت اخوي نذوق اهي بي
دونك هكايا يا امين باش نكونوا كملنا جبل. اي تفضل. اي تفضل. اهلا بك. اهلا من لا هذيك ما تنحاش لا مثال شاتو نحكيو. دونك احنا هكايا يا امين باش نكونوا كملنا جبلة اليوم تسوق بالدرق تسوق بالدرق في السوق المركزيه في العاصمه باش نتقابلوا غدوه باذن الله في موعد متجدد وموعد عادي متاعنا والموعد اللي تعودتوا به اللي هو موعد السبت واللي يكون زاد كيف كيف في فندق الغله. دونك هانا نشوفوا اشكاليات الخبز. بالله قبل ما نقفل يا امين نحب جست نتكلم. قلت وانه اليوم باش يقع صرف مستحقات الخبازه ثم اشكاليه في السيوله ثم اشكاليه في القمح اللي باش نجيبوه يلزم نجيبوا القمح باش نجموا نعملوا الخبز. دونك ثم اولويات ثم يتسمى بالفرنسويه انديلام معناها ناس بكري يقولوا كما ناقل الريشه كان يهزها يندم وكان يخليها يندم. اسكو اليوم يلزم نعطيهم مستحقات الخبازه وما نجيبوش القمح ونعاودوا نرجعوا لنفس الاشكال وبعد مده باش نلقاو روحنا بلاش خبز والا نعطيهم نسبه. وهذا تقريبا المقترح نقول وراه بكل احتراز هذا مقترح نتاع المسؤولين وانه يعطيهم نسبه من المستحقات نتاعهم ويجيبوا القمح باش حتى الكواشه ما يقفوش. يلزم شويه وعي بليتو يلزم برشا وعي اليوم في البلاد هذيا باش نجموا نعيشوا ونتعايشوا مع بعضنا. راهو ما يجيش معناتها نوقفوا البلاد نجوعوا الناس وهذا الخطر وانه الناس تجوع والناس اذا جاعت رايت نجم تعمل رياكسيون خايبه برشا الله لا يقدر. تقابلوا غدوه باذن الله في موعد متجدد مع التسوق والذوق. ديما نقول ان شاء الله ربي يجريها على السلاح. الى اللقاء.